استاذ احمد، الاغنيه اللي اتعملت في البدايه وسمعت في الشارع وبقى الاطفال بيقولوها في القرى وفي المدن وفي الشوارع، فيها كلام احنا مش فاهمينه. ممكن حضرتك تشرحه لي؟ انا نفسي افهم شنابك شيك شامبولا دي يعني ايه. شنباته شيك شامبولا، شامبلا يعني ايه شنباته؟ وهو حاسس ان شنباته شيك. الشامبلا ده زرع اخضر كده في زرع اسمه شامبلا كده في بس الناس زراعين قوي اللي يعرفوها متهيألي. فهو ما يعني شكلها يعني بيدي من تراث شنباته شيك شامبلا يعني. ايوه، ما معناه ان شنبه شيك وفي ولسه ورور اخضر يعني عايز يتسقي لسه. بس انت حقيقي انت ليك دخل كبير جدا في ارتجال هذه الشخصيه، يعني كانت مكتوبه بطريقه، انت طبعا اللي خلقت الشخصيه في الاصل، لكن لما جت تتعمل الحلقات بتتدخل الى حد كبير في حوار الشخصيه وارتجال كلامها؟ في طبعا. مش صعب شويه ده يعني؟ يعني ده وارد ان في المسرح ممكن تقولوا تخرجوا عن النص، لكن في التلفزيون مفيش حاجه اسمها خروج عن النص برضه. مفيش؟ دي قضيه ثانيه يا شيخ. والله لا. امال ايه؟ لا مفيش حاجه بشكل عام اسمها خروج عن النص. يعني الكلمه نفسها انا مش مؤمن بيها بصراحه. امال انتوا بتعملوا ايه يا استاذ؟ لا احنا بنعدل من النص او بنضيف كل ما هو من صنع بشر قابل للتبديل والتغيير والتعديل. ازاي يعني؟ يعني انا ما بقولش نفس اللي يعني ما بغيرش معقوله يعني شكسبير النهارده انت تيجي تعمل شكسبير تغير كلامه؟ ممكن اعمله بوجهه نظري. لا شكسبير ده حاجه واللي احنا بنعمله دلوقتي في سنه 99 ده حاجه ثانيه. انا شكسبير والكلاسيكيات والحاجات اللي اتثبت لنا بتراثها زي الالياذه والاوديسه، الحاجات دي ما نقدرش نيجي جنبها لان دي بقت تشبه عقائد يعني. يعني دي حاجات خلاص من تاريخ وتراث ما نقدرش. كلاسيكيات. لكن انا بعمل مسرحيه دلوقتي او مثلا مسرحيه قبل كده او بعمل مسلسل دلوقتي وبتصور سنه 99 والمؤلف عجباني الفكره وعاجبني الموضوع وعاجبني الكلام، ان انا اشيل كلمه واحط الكلمه اللي تليق عليا او اللي انا احسها اكتر، ده في عيب؟ ده بيبقى في عيب؟ يعني السؤال مطروح للجميع. يعني انا عايز اسالك، انتوا بتغيروا الحكايه كل يوم يعني على المسرح؟ نغير في الافيه، نغير في شكل، لكن ما غيرش في الموضوع. موضوع ازاي اتغير فيه؟ موضوع بيتحكي، واحد كان مش عارف بيعمل ايه وقاعد في قهوه جاله واحد قال له لا ما توقفش، راح ماخده قعدته في السك. ما اقدرش اعمل الحكايه يعني، هخترع ايه في ده؟ لكن اخترع في الكلام، اقول كلمه تريحني او المؤلف قاصد ان الكلمه دي تبقى افيه، فانا جيت قلتها الجمهور ما ضحكش. هل افضل مصر اقولها لغايه ما اموت علشان المؤلف كاتبها؟ ما انا اساعده يعني، اشيل ديت واحط نفس اللي ما يخلش بالمعنى بس يضحك. واخد بال حضرتك؟ ده اللي انا قصدي يعني عليه. بس نقاد المسرح لهم راي مختلف عن ذلك. ما يعني نقاد بقى دي سكه ثانيه. ربنا يكرم الجميع يا رب. ربنا ايه؟ ربنا يكرم الجميع يعني. يكرم النقاد. لا انت ليك موقف ليه عنيف من النقاد؟ لا مش موقف عنيف. لا لا ماليش موقف عنيف انا. بالعكس انا من النوع اللي انا دايما ما ازعلش على حاجه تتقال عليا على فكره. بس انا ايه شفت في اتجاه من سنه او من سنتين، اتجاه بقى يعني إيه اصبح ظاهره يعني. ان ما يعني زي ما يكون ما فيش حد بيقدم اي حاجه حلوه، وزي ما يكون ما فيش اي حد بيجتهد وما فيش اي حد، وبعدين الشارع يقول حاجه والنقاد يقولوا حاجه، اللي بيعجب النقاد ما يعجبش الشارع، واللي بياخد جوائز الجمهور ما يخشوش. اتلخبطنا بقى واحنا داخلين على سنه 2000 والدماغ مش فايقه للحاجات دي فتعبان. والله ده قصدي يعني. اللي بياخد جوائز الجمهور ما يخشوش. لا بقى في فصل، احنا اللي عملنا الفصل ده على فكره. يعني احنا اللي عملنا حته الفصل ديت. يعني انا دايما اقول ان ان ان, إن هو من حق الفنان انه يعمل اي حاجه او يبدع، ومن حق الناقد ان هو يقومه، وايهما يؤثر في الاخر دي قضيه لسه مطروحه. لم تحسم يمكن بعد. اللي هو ايهما يؤثر في الاخر، الناقد لكن الناقد مقياس النجاح الجماهيري دي. هو بقى دي المساله، ان اللي بشوفه بينجح عند الناس ما الى حد ما يعجبش النقاد، او اللي بنعجب بيه احنا كفنانين او كنقاد ممكن نلاقيه هو مش حاصل طبعا. او النقاد يقولوا عليه اسفاف، هو مش كده؟ او ابتذال او مش عارف. ده بالك كلمه بالعقول. على طول بقت ايه كتير قوي. بس يعني هو ده اللي انا قصدي عليه. ان احنا انا عايز البلد دي تبقى منوره بفنانينها. يعني القرموطي على الرغم ان هي شخصيه كاريكاتوريه كوميديه والناس حبتها في الشوارع وضحكوا معاها وكده، لكن في نقاد كتيره قالوا يعني ده اسمح لي يعني مبالغه كوميديه فيها ابتذال فيها استخفاف واستخفاف بعقول الناس شغلانه. وليه بيعمل فينا كده؟
واللي يجي في رمضان يضحكني. تفسيرك لده ايه؟ ليه يجي في رمضان يضحكنا؟ كنا عايزين نعيط ليه خل يعني وليه بيعمل الحاجات؟ لا مش يعني في تناقض ما بين النجاح الجماهيري. انا حاسس بده، انت مش حاسه بده؟ دايما اللي حتى اللي يعجبني انا بتكلم، انا برضو من ضمن النقاد. يعني هقول لحضرتك حاجه، انا من ضمن الحاجات اللي عملتها، انا في فيلم عامله انا شخصيا كنت معجب بيه جدا، اسمه شحاتين ونبلاء. أيوة. ده اخراج الفنانه اسماء البكر، وانا كنت عامل فيه دور من الشخصيات اللي انا لغايه دلوقتي بحبها يعني. أيوة. وتاليف البير قصيري، وده كاتب حضرتك عارفاه. أيوة. طبعا مصري وقاعد في فرنسا. وموضوع جامد جدا وفي فلسفه، وانا كنت عامل الدور ده بشكل انا حبه. اتشال من حفله 10 يعني، ما قعدش الحفله واحده، واخد بال حضرتك؟ فطب انا هفضل لغايه امتى بقى اعمل لغايه حفله واحده؟ انا عايز يعني انا كنت معجب بيه شخصيا. لكن وانا بنعمله فعلا حاسس، عندي احساس ان ده ممكن الناس تعجب بيه بس ما تحبوش، وهو ده هي ده هو ده المحك اللي احنا دايما بنقع غلط. انا زي ما بقولها دايما، انا ممكن احب كمنانة واحترم يوسف شاهين، يعني لا ده ياثر على ده ولا ده ياثر على ده، انما احنا فجاه ابتدينا نبتدع مسائل. ايه مش عارف كمنانة، ايه مش عارف اللي بيغني ايه، وايه اللي مش عارف، مع ان طول عمرنا من ايام عبد الوهاب لغايه دلوقتي زي ما بنسمع الاطلال كنا بنسمع يا شبشب الهنا يا ريتني كنت انا. وهي هي الليله هي ماشيه اهي، مش كده غلطان انا؟ حد حد يقول انا غلطان يا اخوانا والنبي الله يخليك. عايز اقول يعني من زمان قوي، وده عمر ما ده اثر على ده، وعمر ام كلثوم ليه عمر ما حد سمع عنابي يا عنابي وقال انها احسن من ام كلثوم، ولا عمر حد قال ان ام كلثوم يعني قال انت فاهم عايز اقول لها. يعني طول عمرنا بنسمع الحكايه ديت ان وعبد الوهاب نفسه زي ما عمل الجندول عمل من ناحيه قلبي ونار قلبي. احنا عايزين انا عايز اقول ايه، المسائل لازم تتاخد ببساطه عن كده شويه، وما نضايقهاش على نفسنا عشان ما نتخانقش عشان العصر اللي جاي كله خلاص.